النهارده هنتكلم مع بعض عن سجود القلب لله سبحانه وتعالى، العبودية، العبد الرباني اللي هو في طريق العبودية، هي معناها سجودك التام وخضوعك التام لله سبحانه وتعالى. أعلى حد وصف بالعبودية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال عنه: سبحان الذي أسرى بعبده وأضاف لنفسه، يعني لما بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأن أعلى حد وصل لهذه المنزلة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبرغم هذا ربنا سبحانه وتعالى لما كان يمدح سيدنا محمد وبيقول له وصفه السابق، يقول له وتقلبك في الساجدين. سجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش بس كان سجود جوارح، لا، ده كان سجود قلب لله سبحانه وتعالى. وسجود القلب لله سبحانه وتعالى هو معناه تمام العبودية. العبد الرباني هو عبد شاهد جمال الله سبحانه وتعالى، شاهد كمال ربنا، شاهد جلاله وعظمته وهيبته، فسجد قلبه وسكن لله سبحانه وتعالى. يعني إيه سجد قلبه؟ يعني مش بس وهو بيصلي دخل يصلي وبعدين كان ساجد لله سبحانه وتعالى بالشكل بالمظهر، لا، ده سجد قلبه في كل حركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى. فسجود العبد الرباني لربنا سبحانه وتعالى معناه إنه بدأ الاتصال الحقيقي. يعني العبد هو ماشي في طريقه لربنا، أول ما يبدأ قلبه يسجد لله سبحانه وتعالى يبقى معناه إن هذا العبد بدأ في الاتصال الرباني ليصبح إنسانا وعبدا ربانيا. طيب علشان العبد يوصل لأن قلبه يسجد لربنا يعمل إيه وإزاي يوصل لكده؟ هنشوف النهاردة مع بعض إزاي الإنسان وإزاي العبد الرباني قلبه بيسجد لله سبحانه وتعالى. عبد رباني يعني قلبك ساجد لربنا. طيب تعال نشوف الصحابي سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني أسألك مرافقتك في الجنة. عبد مسكين فقير لربنا سبحانه وتعالى ورايح يسأل النبي لأنه مهما عمل مش هيقدر يوصل لدرجة إن يكون رفيق للنبي في الجنة. فراح للنبي يسأله بيقول له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. إحنا هنا بنبص للموضوع إن أنت عايز تدخل الجنة فلازم تكثر من الصلاة. لا، العبد الرباني بيبص للموضوع بطريقة تانية خالص، بيبص للموضوع على إنه علشان يوصل للجنة، علشان يوصل لإنه يكون رفيق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم يقرأ الكلام صح. النبي بيقول له: أعني على نفسك. لو أنت بتسأل إزاي تتغلب على شهواتك، إزاي تتغلب على ملذاتك، إزاي تتغلب على الهوى والنفس والدنيا، الأعداء اللي بتشدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وعن إنك تكون عبد لله، عبد خالص، ألا لله الدين الخالص. لو أنت بتسأل وعاوز توصل للدرجة دي، النبي بيقول لك ببساطة: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني السجود هو وسيلة لأن أنت تتغلب على كل شهوات النفس وعلى كل أعدائك اللي بيبعدوك عن ربنا. العبد الرباني هو هيسجد لربنا سبحانه وتعالى هيلاقي نفسه بيعمل إيه؟ هيلاقي نفسه قلبه هو اللي بيسجد، هيشوف الكون كله ساجد لله سبحانه وتعالى. هو بيصلي ولكن هيعرف إن الكون كمان بيصلي وبيسبح، هيعرف إن الكون بيسجد لله سبحانه وتعالى، الكون اللي ربنا بيقول عنه كل قد علم صلاته وتسبيحه، الكون اللي ربنا بيقول عنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لو القلب سجد لله سبحانه وتعالى ورأى الله في كل شيء هيسجد وهو شايف إن الكون كله مسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، هيسجد وهو شايف إن ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هيلاقي الكون كله ساجد وهو منسجم مع هذا الكون في هذا السجود لله سبحانه وتعالى. سجود العبد الرباني سجود قلب، مش بس سجود جوارح. لو سجد قلبه لسكنت جوارحه لما النبي قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، معناها إنه لابد أن يسجد القلب لله سبحانه وتعالى، وبعده ستتلاشى النفس وتنمحي الأنا
يعني الإنسان الرباني مش هيبقى عنده أنا، ولا هيبقى عنده نفس، ولا هيبقى عنده شهوات، لأن قلبه ببساطة سجد لله سبحانه وتعالى. العبد الرباني عبد متلذذ بالسجود لله سبحانه وتعالى، يعني عبد ما بيلاقيش نفسه غير لما بيكون ساجد لله، مسلم جميع أعضاؤه، جميع جوارحه، جسده وقلبه لله سبحانه وتعالى. وهو ساجد لربنا قلبه بيناجي الله، وقلبه بيسمع من الله، وقلبه بيحس بربنا وبرحمة ربنا. قد إيه وإحنا ساجدين، كم مرة السجود ده فرج هم وفرج كرب كنا فيه، كم دعوة استجيبت لينا وإحنا ساجدين، ولما مشينا في الحياة لقينا إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعوة دي اللي أنا دعيتها وأنا ساجد في وقت أنا كنت محتاج أدعي فيه ربنا. وانت واخد سجادتك وداخل تصلي، حاسس ان انت مشتاق انك تقابل ربنا، بس عندك الام وعندك هموم، هنا قلبك ساجد لله سبحانه وتعالى هتلاقي الامك بتناديك وبتكلمك من القران، بتقولك واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. هتفرش السجاده وهتبدا تدخل وتقول الله اكبر، وانت بتقول الله اكبر قلبك هو اللي بيكبر، لأنه قلب ساجد في حضرة ربنا سبحانه وتعالى. والقلب اللي ساجد في حضرة ربنا هو بيقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل هم. وانت بتقول الله أكبر وبتركع هتلاقي قلبك بيناديك وبيقولك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وانت بترفع من الركوع هتلاقي قلبك بيناديك ويقولك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، بيقولك يلا بسرعة اسجد لله سبحانه وتعالى، يلا ابدأ طلع اللي عندك، يلا ابدأ فضفض لربنا، قل له يا رب أنت أعلم بحالي، يا رب نور قلبي بنورك. ساعتها يمكن عينيك تفيض من الدمع وانت مش عارف انت بتعيط ليه، ممكن تكون مش محتاج حاجة أصلا، ممكن أصلا تكون ساجد بعد كرم كبير من ربنا، ممكن تكون ساجد في وضع طبيعي مش محتاج أصلا تسأل ربنا عن حاجة. احنا محتاجين دايما نسأل ربنا، لكن انت مش في حاجة ملحة انت بتصلي عشانها ولا بتسجد علشانها، ولكن هتحس بقى هنا بان القلب بدأ يحن لربنا، فأمر العين ادها امر بسرعة انها تبكي، تبكي حبا وتبكي شوقا وتبكي خشوعا. ساعتها هتحس بلذة للعبادة ليس لها مثيل، لا يمكن ان توصف. ساعتها يا عبد يا رباني هتحس بانكسار لقلبك. شوف سيدنا علي كرم الله وجهه يحكي لك بقى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان بقى في وسط المحنة، يقول لك واحنا في غزوة بدر ذهبت لأقاتل ثم عدت إلى رسول الله، يعني رجعت للنبي تاني، فنظرت إلى رسول الله فماذا وجدته؟ وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يقول يا حي يا قيوم. النبي ساجد في وسط المعركة بيقول يا حي يا قيوم، فتركت النبي ودخلت للقتال، ثم عدت مرة أخرى فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يقول يا حي يا قيوم، ثم ذهبت وعدت فوجدته ساجدا يقول يا حي يا قيوم. يعني إيه ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلبه متعلق بالله وحده، قلبه رايح لربنا. القلوب اللي ساجدة لربنا سبحانه وتعالى دي قلوب العباد الخالصين لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني العباد دول مفيش اي حاجة بتشد قلوبهم ناحية اي حاجة، لا ناحية جنة ولا خوف من نار ولا اي مفيش اي حاجة بتشتغل عليهم، اللي بيشتغل عليهم بس هو ربنا سبحانه وتعالى، قلوبهم متعلقة بيه هو وحده بس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن العبد اللي قلبه متعلق بالمساجد، العبد ده هيكون فين؟ هيكون في ظل العرش، في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ده العبد اللي قلبه اتعلق بمخلوق، اتعلق بمسجد، والمسجد ده رمز للخضوع لله سبحانه وتعالى، بيروح يصلي فيه، رمز لعبادته لله سبحانه وتعالى. فما بالكم بقى بالعبد الذي تعلق قلبه بالله
ده هيكون فين؟ ده هيكون مع سيدنا النبي اللي هو زي سيدنا ربيعة ما سأله، هيبقى رفيقه. أيوة، بس فين برضو كمان؟ في الدنيا هيبقى رفيق سيدنا رسول الله في المنزلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها أنا لست كهيئتكم. ليه؟ لأن عبد رباني. عبد رباني يعني بيحصل إيه؟ يعني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يواصلوا في الصيام علشان يوصلوا لدرجة عالية، فقال لهم لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. الناس مفكرين إن ربنا بيطعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة طعام، من الجنة طعام وغذاء للجسد. يا جماعة، إن القلب والروح إذا شربوا من نور الله سبحانه وتعالى وانغمسوا في بحر النور لم يكن للجسد حاجة إلا أن تفارق هذه الروح الجسد حتى تلحق بالله سبحانه وتعالى. هنا العبد الرباني يدخل على الله سبحانه وتعالى فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل خلقه، قائم على كل نفس سبحانه وتعالى، موجه لكل شيء، ترفع إليه حوائج الخلق فيقضيها، وينزل الأمر من السماء إلى الأرض بما قضى سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه. فالعبد الرباني شايف ربنا هو المتصرف في كل شيء، يغني ويفقر، يعز ويذل، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يعز أقواما ويذل آخرين. العبد الرباني يشاهد الله في كل حركة من حركات الكون. العبد الرباني يستنطق كل ساكن في الكون ليقول له إن الذي أسكنني هو الله، إن الذي حركني هو الله، وله ما سكن في السماوات والأرض وهو السميع العليم. العبد الرباني شايف تصريف ربنا سبحانه وتعالى في الكون كل يوم هو في شأن. العبد الرباني بيستنطق نفسه وبيسأل في منطقية، بيسأل نفسه بالمنطق كده، بيقول كيف يتصور أن يحجبه شيء؟ يعني هل ربنا أصلا في حاجة حجبته عننا؟ هل يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ يا ربنا هو اللي أظهر كل شيء في الوجود، الوجود ده كله كان عدم. العبد الرباني مدرك الحتة دي، ملاحظها قوي، فبصص فيها، فشايف أنه أصلا ما فيش حاجة كانت موجودة والسبب في إيجادها هو أمر الله كن فكان كل شيء. فإزاي ما نشوفش ربنا؟ لو أنت عايز توصل لربنا بسرعة قوي، خلي بالك، أنت ممكن تروح من الحج فهتلاقي ناس كتير رايحة تحج، ممكن تروح من الصلاة ناس كتير قوي رايحة تصلي، ممكن تروح من الصوم ناس كتير قوي بتصوم، ولكن مين اللي بتقبل؟ اللي بتقبل أصحاب القلوب المنكسرة، أصحاب القلوب الساجدة الخاضعة الخاشعة لله سبحانه وتعالى. فأحد العارفين بيحكي لنا حكايته، بيقول لك دخلت على الله من كل الأبواب فوجدت على كل باب زحام، فقررت إن أنا أدخل على الله من باب الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. فلما وضعت قدمي على عتبة بابه، يعني أول ما دخلت من باب الذل والانكسار بس هميت، تلقاني الله سبحانه وتعالى وتقرب الله إلي وأدخلني عليه. الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو طريقك لأن قلبك يسجد لله. طب يعني لما يحصل وقلبك يسجد لله إيه اللي هيفرق معايا؟ هيفرق معاك كتير جدا. أول حاجة، العبد اللي قلبه بيسجد لله لا ينشغل بأحد إلا الله. لا هتخاف من حد، لا هتخاف من دنيا، لا هتخاف من شيطان، لا هتخاف من أعداء، قلبك هيبقى منشغل بس بالله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بينادي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيديله أمر، بيديله أمر إنه يجي ينشغل، إنه يجي ينغمس في المحبة وفي النور وفي الأسرار، ويقول له فاسجد واقترب. هنا المفسرين لما بيتكلموا عن فاسجد واقترب بيقولوا إيه؟ بيقولوا حاجة من الاتنين، إن ربنا بيقول له فاسجد فإن في السجود قرب، يعني اقترب بسجودك إلى الله. دي رواية أو ده تفسير. تفسير تاني بيقولوا فاسجد واقترب يعني فاسجد لله
يا محمد واقترب يا أبا جهل. إيه جاب أبو جهل هنا؟ أبو جهل كان يغتاظ بيتضايق بيتعب لما بيشوف النبي ساجد، زي ما الشيطان بالظبط هيتعب ويتضايق لما يشوفك أنت كمان ساجد لربنا سبحانه وتعالى. أبو جهل كان بيتغاظ قوي، فربنا بيقول لسيدنا محمد فاسجد يا محمد واقترب يا أبا جهل. المفسرين يقولوا كده، فاقترب يا أبا جهل وضع قدمك عليه، فإن العبد محمد صلى الله عليه وسلم مشغول بنفسه فان في حب ربه. يعني الراجل ده مهما تعمل هو مش مشغول باللي انت بتعمله، فانت لو كان قلبك مشغول بالله وساجد في حضرة الله سبحانه وتعالى مش هتنشغل بأي حاجة في الدنيا. مهما حصل، زاد الرزق، قل الرزق، نجحت، تفوقت، عديت بدرجات عادية، كل اللي هيجيبه ربنا هتبقى راضي بيه، هيبقى انشغالك دايما بالله سبحانه وتعالى مش انشغالك بأي حاجة تانية. هتلاقي دايما قلبك بيقولك فاسجد واقترب، ما تخافش من حاجة، أنت في حضرة الله، العبد الرباني دايما في حضرة الله. طب أنا عاوز أوصل للدرجة دي، هو ممكن أوصل؟ ممكن أي حد ياخد تمرين يعمله فيقرب من ربنا سبحانه وتعالى وقلبه يسجد لله؟ أيوة، سهل التستوري ده أحد الذين سجدت قلوبهم لله. راجل كان لسه صغير وهو طفل بيسأل خاله، خاله اداله تمرين بيقول له علمني يعني أقرب لربنا. كان بيصحى بالليل فيلاقي خاله بيصلي، خاله ساجد، خاله قريب من ربنا، فبيقول له أنا عايز أبقى كده أعمل إيه؟ قال له يا سهل، حدث نفسك دايما وقول لها الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله معي. سهل بيقول مشيت على التمرين ده، قعدت اقول الله ناظر الي، الله شاهد علي، الله معي، لحد لما لساني اتعود عليها وبقى بيقولها بطلاقه، حتى خضع لها قلبي، بقى قلبه مرتاح ليها قوي وقلبه كمان بيقولها. الذكر انتقل من اللسان الى الجنان الى القلب، القلب بدا هو اللي يذكر. قال فاحسست ان قلبي سجد لله، حسيت ان قلبي ساجد في حضره ربنا. فسألت خالي، راح له تاني، قال له أيسجد القلب لله؟ قال له نعم، إذا سجد القلب لله فإنه يسجد تحت العرش ولا يقوم إلا عند لقاء الله. Thank you.